طيب خلينا نتكلم على دوري الابطال. انت قبل الحقيقه من يعني قبل ما نخش هوا قلت لي طبعا في ناس كتيره جدا جدا ما تعرفش ان السنه اللي جايه هيكون في نظام مختلف تماما للتشامبيونز ليج. سنوات طويله نظام التشامبيونز ليج واحد، ولكن يعني زي ما ايهاب قال لي كده كل واحد يجيب ورقه وقلم ويبقى قاعدين علشان الكلام فعلا. وال التشامبيونز ليج السنه اللي جايه اللي هيوصل له او اللي هيلعب في التشامبيونز ليج خريطه كبيره جدا وتصفيات كبيره جدا وشكل مختلف تماما هنعرفه من ناقدنا الرياضي ايهاب الجنيدي. انا جايب الورقه هو ايهاب وجايب القلم، اشرح لي بقى بالظبط كده الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. بص يا كابتن، هو بدايه كده لازم الويفا الاتحاد الاوروبي لكره القدم الويفا فكر تغيير نظام البطوله في السنتين اللي فاتوا دول، بقاله او ثلاث سنين بيفكر في تغيير نظام البطوله. ليه تغيير نظام البطوله؟ عشان يواجه فكره السوبر ليج. السوبر ليج اللي سوبر ليج اللي طبعا اللي تبنته انديه زي ريال مدريد طبعا في القمه هو وبرشلونه، ومعاهم انديه يوفنتوس، وكان في انديه كبيره في انجلترا وانديه والانتر وكذا نادي في العالم. طيب. كانوا معاهم لغايه ما كله انسحب وما تبقاش الا برشلونه وريال مدريد، وتنهم برضو مصرين على فكره اقامه السوبر ليج اللي هو بطوله جديده كانوا عايزين يعملوها حاجه قريبه كده من بطوله النخبه اللي شفناها في افريقيا، الدوري الافريقي اللي شارك فيه النادي الاهلي، يبقى فيها اكبر 10 12 فرقه في القاره الاوروبيه العجوز وهم يلعبوا بينهم وبين بعض دوري بجوائز ماليه كبيره جدا. هم معتقدين، يعني انا طبعا ضد الفكر ده من وجهه نظر، هم معتقدين ان احنا كل البث وكل العوائد وكل الناس بتشوف الكلام المباريات عشاننا، مش عشان ان انا بلاعب مثلا جلطة سراي او ان انا بلاعب كوبنهاجن او ان انا بلاعب سالزبورج، لا انا كل اللي داخل عشان يتفرج عليا وعلى نجومي اللي بالملايين، فمن حقي لا ان انا خلاص اخد الايرادات والبث بتاعتي تبقى بين نجوم للملايين ونجوم بالملايين تانيين في برشلونه، في مانشستر سيتي، في باريس كده. ولكن طبعا احنا عارفين القصه الطويله بتاعت الويفا ورفضه للبطوله دي. طيب انت شايف ان تغيير نظام بطوله تشامبيونز ليج دي كانت مخرج بالنسبة لهم تعويضا لعدم خوض تاني معارك مع بعض الأندية الكبيرة لإقامة الدوري الأوروبي أو السوبر ليج الأوروبي؟ والله يا كابتن المؤشرات بتقول مش هتحل المشكلة، لأن طبعا أول تصريح شفناه الأسبوع ده هو اللي يمكن خلانا نفكر نتكلم في النظام. تصريح بيريز لما قال البطولة بشكلها الجديد سخيف. سخيف. هو قال انا شايف ان البطوله بمنظرها الجديد ده سخيف. طب ايه هي البطوله بقى بشكلها الجديد اللي احنا عايزينه؟ طبعا احنا متعودين طول عمرنا في دور تمهيدي خلاص بيوصل لدور 32، دور 32 بيبقى 24 فرقه اوريدي من الكبار في اوروبا، وبيطلع من الدور التمهيدي الثمان فرق التانيين دول. خلاص الكلام ده انتهى، مفيش دور تمهيدي، مفيش دور تمهيدي ومفيش دور مجموعات في دور 32. دي غريبه جدا، الناس هتقول ازاي مفيش دور مجموعات؟ مفيش دور مجموعات في دور 32. طيب مفيش دور مجموعات في دور 32 يعني انت عندك 32 فرقه ومفيش دور مجموعات، يعني كلهم هيبقوا في مجموعه واحده؟ لا، هم مش 32 فريق. انا هكتب وراك. هو الويفا قرر رفع عدد الفرق أيوة. ل 36 فريق. 36 فريق بدلا من 32 فريق، يعني في بلس اربع فرق. بالظبط. تمام. كلهم مجموعه واحده. كلهم في مجموعة واحدة. كلهم مجموعة واحدة، ودي غريبة جدا، كلهم مجموعة واحدة. هيبقى عندنا ايه يا كابتن؟ هيبقى عندنا قرعة داخلية هتتعمل في مقر الويفا، هيبقى كل فريق هيقابل أربع فرق إن وأوت بالقرعة. بالقرعة، يعني هو أنت عندك في بوت في 36 أو في بوتين 18 و 18 وهيختار قرعة داخلية. قرعة واحد من هنا واحد من هنا. قرعة داخلية، هحط مثلا ريال مدريد وهيبقى معاه أربع فرق تانيين. هحط برشلونه ومعاها اربع فرق تانيين، اليوفي يوفنتوس ومعاها اربع فرق تانيين. يعني في برضه تصنيف بالنسبه للفرق ولا هتبقى تصنيف الاولاني؟ تصنيف الفرق الأول. تصنيف الكبار في اوروبا هيبقى على راس ما طبعا ما فيش راس مجموعه، لان هي حتى الان الويفا لم يفصح عن النظام الكامل ايه. أوكي. بس هو قال مجموعه واحده دي. تمام. نهائيه مجموعه واحده كل فريق هيلعب فيها ثمان مباريات ان واوت، اربعه ان واربعه اوت في بيته وبره. النهاية هيطلع من ال 36 فريق دول 8 فرق مباشرة يا كابتن لدور ال 16. طب يعني هيطلع من ال 36 من ال 36 فريق 8 فرق مباشرة لدور ال 16 اللي كلنا كنا بنستناه خلاص، اللي هو الدور بدأت نقول لك دايما كنا نقول بدأت السخنية وبدأت ده دور النوك اوت مش دور مجموعات، ده دور خروج المغلوب. بالظبط، اللي هو دور ال 16 هيطلع من عندي اول 8 فرق. اول 8 فرق ازاي؟ في الترتيب العام لل 36 فرقه،
ماليش دعوه بقى كل فريق عمل ايه، كسب 3 كسب 4. الترتيب العام لل 36 فريق. يعني انا هحط 36 من 1 ل 36، اول 8 هيخش ده دور ال 16، هيخش دور ال 16 اول 8 في دور ال 16. طب الثاني 8، طب والثمانيه التانيين هيجوا منين؟ عندي من المركز التاسع للمركز الرابع والعشرين، دول كام فرقه؟ 16، من 9 ل 24 دول 16. هيلعبوا بنظام المقص، يعني ايه؟ يعني التاسع يقابل ال 24 والعاشر ال 23، العاشر ال 23، ال 11 ال 22، ال 12 ال 20 كده وهكذا. اوكي، ان واوت. البطل هيبقى عندي 8 فرق تانيين اهم من ال 16 فريق دول، ينضموا للثمانية اللي فوق يبقى وهذا 16. هو دور ال 16 وتبدا البطوله تاخد شكلها اللي احنا عارفينه، يبقى شكلها الطبيعي. يعني انت بتتكلم على الشكل الطبيعي. الطبيعي بعد خلاص هترجع لشكلها الطبيعي، هي البدايه والمعمعه كلها في دور الايه؟ في دور المجموعات. دور المجموعات طيب. الغرض منها ايه؟ هل عدد المباريات هيزيد؟ هل البث هيزيد؟ هل يعني برضو كل بطوله؟ لا احنا عندنا عندنا نقطه الاول. قولي. طب الاربعه دول منين؟ احنا طول عمرنا عندنا 32 فريق، 32 فريق. طب انت الاربعه دول هتجيبهم منين؟ طيب الاربعه دول اكيد فرق بقى ما كانتش بتخش. الاربعه دول اول فرقه هتظهر لي هيبقى الفريق اللي بيحتل المركز الثالث في الدوري بتاع ايه؟ بتاع الدوله الخامسه في تصنيف الويفا، خد بالك تصنيف القاري، الدوله الخامسه في تصنيف الويفا. تصنيف القاري، القاري. مثلا على في اوروبا، يعني سي مثلا بلجيكا او زي ما بنقول تصنيف مصر هنا مثلا الخامسه افريقيا مثلا، سي على سبيل المثال. هتاخد اول ثلاث فرق، هاخد منها غير الاول والثاني، هم اوريدي بياخدوا منها مثلا اول ثاني. لا انا هاخد الثالث كمان، يعني هياخد ثلاث فرق. هاخد الثالث، ثالث التصنيف، ثالث الدوري. اوكي، هاخد فرقتين اللي الفرقتين التانيين من الاربعه دول من الفرق، وهي دي هي معموله بقى بالذات عشان النقطه دي. الاثنين دول الفرقتين اللي اصحاب اعلى تصنيف في الويفا في الفرق المتاهله لدوري ابطال اوروبا في السنين اللي فاتت. يعني ايه؟ يعني زي مثلا ما هنشوف السنه الجايه بالوضع الحالي ده في ترتيب الدوري الانجليزي اللي احنا شفناه، مانشستر يونايتد ما يوصلش، ده السادس. فرقه كبيره قوي زي تشيلسي ممكن تبقى بره، ولكن تصنيفها في اخر 10 سنين مثلا في الويفا زي ما بنقول تصنيف في افريقيا وكده والكلام ممكن يبقى عالي مرتفع. فهو هياخد فرقتين ما تاهلوش من اصحاب الاعلى تصنيف في القاره. اوكي، في النقاط في اخر سنين ليه. طيب اخر فريق عندنا بقى هيحصل عليه بطل الدوري صاحب اعلى تصنيف ومش من الفرق المتاهله لدوري ابطال اوروبا. يعني ايه؟ بمعنى يعني انا عندي فرق بتتاهل لدوري ابطال اوروبا، الدوري الفرنسي، الدوري البلجيكي، الدوري الاسباني زي ما بنشوف كل مره، الايطالي. لا بس انا عندي بقى هلاقي عندي ايه؟ الدوري الاذربيجاني، الدوري الارميني، الدوري الارميني مثلا، تمام، الدوري الروماني، فرق بقى لها سنين ما حدش بيشوفها في دوري ابطال اوروبا. انا هاخد الاعلى تصنيف زي ما بنقول الدوله مثلا في افريقيا، مش عارف دي موريتانيا، دي اعلى تصنيف في الثلاث سنين اللي فاتوا، في برضه تصنيف للفرق، فانا هشوف الدوري الاعلى تصنيف، مش الفريق، الدوري الاعلى. الدوري المصري مثلا واخد اعلى تصنيف في افريقيا، لا انا هاخد الدوري الاعلى تصنيف بره الدوريات المتاهله لبطوله اوروبا. يعني بره التصنيف، بره الدوريات الخمس الكبرى، بره يعني كل المتاهلين غير كل المتاهلين يعني لبطوله اوروبا. اوكي، انا هاخد دوري مثلا مش متاهل منه فريق. أوكي. هشوف اعلى تصنيف في الدوريات التي لم يتاهل منها فريق، فريق، واخد منها فريق. ادي الاربع، الفريق الرابع ده، الاربع فرق اللي هينضافوا. هي لعبة كبيرة، يعني حسبة كبيرة كده عاملها الويفا. هي الحقيقة يعني حسبة كبيرة جدا ومختلفة تماما عن التصفيات اللي كنا متعودين عليها، لكن برضو بيبقى ليها هدف. هل في مكاسب في البث؟ في مباراة طبعا. عدد المباريات أكيد هيزيد طبعا. معمولة يا كابتن زي ما قلت لحضرتك، الهدف بقى منها، الهدف الحقيقة الأساسي منها إرضاء الأندية الكبيرة بزيادة المداخيل. انا هزود المداخيل بتاعه الانديه دي. بطوله اوروبا بشكلها الحالي، دوري ابطال اوروبا، عدد المباريات فيها من الاول للاخر لما تتفنش كده الماتش النهائي 125 مباراه التوتال المباريات على النظام، على النظام اللي احنا النظام الحالي متعودين عليه، بدور المجموعات اللي كل فريق بيلعب 6 ماتشات ان واوت والكلام ده. في البطوله الجديده هيبقى المباراه النهائيه المباراه رقم 189، من 125 قول ل 190، يعني زدت عندي 65 مباراه، زادوا ب 65 دخل بس.